المركبة هذه المركبة هي دماء الشهداء، أيضا نقل أشلاء من داخل هذه المركبة، وهذا الجيب الذي قصف وكان بداخله ثلاثة من المواطنين هنا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. كما تشاهدون المركبة مدمرة تماما، وبكل تأكيد الشهداء هم أيضا أشلاء كما يعني تم نقلهم من هذا المكان، والتداول لبعض الأسماء لكن لا نود الإفصاح عن أي أسماء حتى هذه اللحظة يحين التأكد من قبل المصادر الطبية الفلسطينية. القصف جديد للسيارة المدنية هنا في رفح ونقل ثلاثة من الشهداء. هذه السيارة قصفت بالقرب من شارع الزر هنا في غربي مدينة رفح، تم قصف السيارة هنا في هذا المكان وكان بداخلها ثلاثة من المواطنين، معهم الدقيق، معهم بعض الأشياء التي يعني كانوا يحملونها من أمتعة لذويهم، وهم من النازحين بطبيعة الحال بعض منهم، وتم تدمير هذا الجيب بشكل كامل وقصفه والتقاء ثلاثة من الشهداء كما تشاهدون هذا الدمار في هذا الجيب.